مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. من يومين بس كان في تحقيق في جريدة المصري اليوم كان بعنوان المصري اليوم يخترق العالم السري للتنقيب عن الآثار. موضوع مثير جدا ومهم جدا خصوصا في ظل الانفلات الامني اللي احنا بنعيشه الفتره دي جوه البلد او جوه مصر. معانا الصحفيه نيره الشريف اللي قامت بالتحقيق ده في جريده المصر اليوم. صباح الخير يا نيره. صباح النور. ازيك؟ تمام. نيره، بس احب الاول اعرف والناس تعرف معانا ايه اللي خلاكي تعملي تحقيق بالشكل ده او تعملي تحقيق عن التنقيب عن الاثار؟ في الاول كان في حوادث اتنشرت كتير قوي عن ان ناس بتحفر تحت بيوتها. فنص يوليو اللي فات تقريبا كان في حادثة مشهورة قوي ان بيت مكون من 4 طوابق في بولاق، واحدة صاحبته قررت انها تحفر تحته علشان تدور على أثر. بتهيألي دي جابوها في فدي التلفزيون. كانت حادثة مشهورة قوي. شفناها دي. فالبيت كله قال السقوط، والسلم بتاع البيت وقع ونزلوا السكان من من البلكونات. بلكونات بسلم خشب. فكانت الفكرة ان يعني ازاي الناس بتحفر تحت بيوت ساكنة فيها علشان تدور على حاجة ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش. فبدأنا نتبع الخيط ده، يعني ايه اشهر الاماكن اللي ممكن يكون بيحصل فيها كده، وهل فعلا في قرى في الاماكن الاثرية كاملة بتحفر تحت بيوتها عشان تدور على الاثار؟ يعني انت الموضوع شدك جدا ان انت لقيتي ناس بتجري ورا معلومه سواء كانت هي مش متاكده اذا كانت حقيقيه ولا لا، وبتنزل تحفر تحت البيت بتاعها وبتعرض ارواح ناس للخطر. انت ده اللي تمام شدك جدا خلاكي تعملي تمام موضوعك عن تمام التنقيب عن الاثار. الفكرة نفسها انك ممكن تعرضي حياتك وحياة غيرك للخطر لمجرد انك تدوري على حاجة ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش. طلعتي بقى بايه من التحقيق لما روحتي وحققتي وكلمتي مع الناس وكلمتي مع صاحبه البيت ولا لا؟ لا احنا مش ده كان الخيط. تمام. فبدأنا نسأل عن الأماكن اللي فيها ناس بيحفروا كتير تحت بيوتهم أو بيدوروا على الآثار، الفكرة نفسها يعني. ففي قرى في المناطق الأثرية، يعني مثلا عرفنا وقتها ان في قرية قرى في أسوان قرى كاملة الناس بتحفر تحت البيوت تدور على الآثار. فبدأنا نحاول نكلم ناس من الساكنين في القرى دي ونشوف يعني عندهم فكرة عن الموضوع، يعرفوا فعلا حفارين بيحفروا وبيدوروا على آثار بس. ففعلا الناس بدأت تتعاون والقرى هناك صغيرة، فالناس عارفة بعض بشكل ما، عارفة مين بيعمل ايه. الكرة دي قلت لي فين؟ في أسوان. في أسوان. فبدأنا بالشكل ده نوصل لأول خيط والأول مصادر ممكنة. اوكي. تمام. ف بس ده تقريبا كان أول الحكاية. ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك؟ يعني اكيد الناس مش هتقولك تعالي احنا شخصيا بنحاول ندور هاي على الناس اثار، كانت تعالي خايفة. احنا هنوريكي بنعمل ايه. تمام. ازاي دخلتي في وسطهم وازاي قدرتي تطلعي معلومات مهمة منهم؟ الناس كانت خايفة جدا في البداية، خصوصا الحفارين اللي هم حاسين ان كاي هم مش مقتنعين ان هم بيعملوا حاجة غلط، لكن عارفين ان ده مجرم قانونيا، عارفين ان هم لو اعلن ان ده بيحصل او اتعرف هم مين هيتعاقبوا بشكل ما. أكيد أكيد طبعا. فهم حريصين ان هم يبينوا ان هم ما بيعملوش حاجة غلط، وفي نفس الوقت ما عايزين يضمنوا لنفسهم قدر كافي من في الامان ناس والحماية. بتعتبر انه ده مش حرام ومش سرقة مش حرام ومش سرقة وانه يعني في ناس حد كتير بقى بدأت تعمل القصة دي. اوكي. عايز اعرف بس لما روحتي بقى ايه المعلومات اللي طلعتي بيها وايه المخاطر اللي واجهتك او الصعوبات اللي واجهتك وانتي رايحة تأدي المهمة دي عشان تطلعي خلينا تصريحات نتكلم عن عنها. رحلة التدوير نفسها. اما دخلتي العالم ده لقيتي منظومات كاملة بتبدأ من صاحب مكان حاسس ان المكان بتاعه فيه اثار، او شاف بشكل ما، او حد قال له او حد من اجداده ان هنا فيه اثار، بيبدأ يستعين بحلقات تانية في منظومة متكاملة لغاية ما يوصل انه يلاقي اللي بيدور عليه او انه يوصل للكنز بتاعه. ف وسطاء ومشترين كبار اتقال ان هم ضلوع في النظام السابق. فبيبدأ الحد صاحب الارض ده انه يشوف حد لقى حاجة في كل الناس اللي بتدور تحت الأرض دي؟ حد حد شخصيا قال انا لقيت، لا لكن طول الوقت ان احنا شفنا فلان لا، او سمعنا ان فلان لا. دي تمام. الصورة اللي معانا على الهوا دي انتي شايفاها معانا مش كده؟ دي الصورة دي عن تنقيب عن الآثار تحت الأرض مظبوط؟ تمام. طيب دي الصورة دي انتي اللي أخدتيها؟
ودي ودي ثورة نبش في القبور. واحنا شغالين اكتشفنا ان كمان الناس مش بتحفر تحت بيوت بس، او بتحفر في اماكن حوالين معابد بس، مر بتنبش في قبور كمان. كمان. ما واضح يعني من الجمجمة اللي باينة قدامنا دلوقتي. طلعت اشاعة فترة ان حد لقى في قبر ما 365 جعران فباعوا بملايين تقريبا، فالإشاعة دي كانت ضخمة جدا بحيث إن تخلي كل يا يعني نهار الناس تبدأ أبيض. تفكر إنها طبعا تحفر طبعا، في يعني المقابر دي ده. ما كانتش إشاعة، دي كانت حقيقة. خلينا برضو عند نقطة كلميني بقى عن الصورة دي بالظبط، دي كانت ايه؟ ده تمثال مكسور غالبا. تمثال ايه ده؟ تمثال بجد كانوا لاقيينه تحت الأرض واتكسر منهم، ولا ايه اللي حصل؟ تقريبا يعني هو كان يعني دي انتي طلعتيها، انتي رحت لقيتيها بره يعني، ولا انتوا روحنا طلعتوها من تحت لقيناها الأرض؟ بره دي، فكان واضح انها تمثال اتكسر منهم باثناء النقل تقريبا او حاجه. هما كمان لما بيجوا يحفروا، انت شفتيهم هما بيحفروا؟ يعني هما اخدوكي اطلعوكي على المهمة وهم بيقوموا بيها ازاي؟ لا مش بالظبط، بس يعني الناس طيب، كانت لان هما اكيد هما بيحفروا عشان يكسروا حاجات زي دي، اكيد بيحفروا بطريقة غير حرفية، فعشان كده اكيد الحاجات بتتكسر. هو الحفارين عامة، بصي هي في مهنة قائمة بذاتها ان حد يكون بيحفر بيدور على أثر، ايوه تمام، واخدها بقى وسيلة رزق سواء لقى أو ملقاش. هو كده كده ليه مبلغ مالي بياخده بعد كل عملية بعد حفر كل دي. عملية. انت ازاي صورتي الصور دي؟ هما سابوكي تصوريها عادي يعني؟ والله قالوا لك تعالي احنا هنخليكي تاخدي الصور دي او تلتقطي الصور دي معانا؟ الناس ضمنت لها قدر من الأمان ان هو محدش هيأذيهم وانا مش هفصح عن شخصياتهم، فناس بدت متعاونة في اكتر من مكان. دول ناس مشتركين في المهمة دي، ولا ناس معارفين من بره ان هما بيعملوا كده في المنطقة؟ مشتركين. مشتركين. طب وسألتيهم بيعملوا ايه لما بيلاقوا حاجات؟ المرحلة الأخيرة بقى ان هما بيدوروا على مشتري، بيدوروا على مشتري برضو من خلال وسطاء. فالوسيط بيبدأ ان هو يدور له على مشتري كبير، والمشتري يا اما بيجي له بعد ما بيطلع الاثر، يا اما بيجي له مجرد ما بيوصل لباب المقبره. طبعا ده ليه سعر وده بيبقوا ليه سعر ما تاني. عرفتيش كانوا بيبقوا مصريين اجانب، بتبقى القصة ايه؟ المعلومه اللي عرفتها ان زي ما قلت لك ان في ناس منهم ضلوع في النظام السابق، ان كانت المنظومات دي كلها طب الصورة اللي معانا دي ايه؟ دي صوره حفر برضو، مدخل لمكان محفور. دي عظم، ده عظم اللي احنا شايفينه قدامنا في الصورة يا نيرة. ايوه تمام. دي كلها قبور اللي احنا شايفينها، دي قبور مش كده؟ وده ايه؟ مدخل ايه ده بقى؟ ده برضه مدخل. بصي هو المكان ده كان محفور وده المدخل بتاعه تاني، وده ايه المبنى ده؟ ده المعبد ده المعبد، حفروا جواه مش كده؟ حواليه بس مش حواليه بشكل ظاهر يعني. الناس دي مش خايفة من أي مسؤولية قانونية؟ يعني مفيش أي حد بيراقبهم هناك، أو أي حد من الشرطة أو من البوليس أو من شرطة الآثار أو حاجة؟ محدش بيروح يبص يشوف هما بيعملوا ايه؟ الناس ما بتشتغلش بالعلن اللي يخليها في خطر يعني. ما هو أكيد مش اللي خلاكي توصلي المعلومة زي دي وتعرفي توصلي لهم، يخلي هي دولة أكيد طبعا بأنظمتها يبقى وأجهزتها تقدر توصل للناس دي بالتأكيد. لو عايزت. أكيد. ووصلتي معاهم لايه بقى؟ يعني بعد ما عرفتي منهم وقالوا لك ان احنا بناخد الحاجات دي، انا بس مستغربه شويه ان هم شرحوا لك كل حاجه واخدوكي عشان تصوري ممكن وتعرفي فاكرة منهم ان كل الناس المعلومات، تقول، وبيعملوا ايه وبيعبروها ازاي ان احنا والحاجات دي. مش بنعمل حاجة غلط يعني. انا حد قال نصا انا مش بدور البلد، انا بطلع كنز مدفون وببيعه وبجيب فلوس في البلد اصرفها بتبقى دخل للبلد. ورديتي عليه؟ قلت له يا نيره يعني ما رديتش عليه؟ قلت له ان الحاجات دي حاجات مصر المفروض تروح في الاماكن بتاعتها، في الاماكن هو المعنيه موجه بتاعتها. كده، هو موجه كده يعني، هو برر لنفسه الامر بالشكل ده، فهباء انك تقنعيه بالعكس يعني. ده جهل ولا بتعتبر ده ايه، جهل ولا فقر ولا هما شايفينه مش حرام مش سرقه؟ لا هو مش شايف ان هو بيعمل حاجة غلط، دي مش حاجه. شايف، هو بيدخل دخل ده عن للبلد جهل بقى ولا عن فقر؟ يعني انه محتاج. يعني تقدري تقولي الاتنين، تقدري تقولي الاتنين. بس الفكرة زي ما بقولك ان انا مش شايف انا بعمل حاجة غلط، انا طلعت حاجة من الارض وبعتها وجبت دخل لبلد محتاجاه. اكيد طبعا عايزين يبقى عندهم فلوس بسرعه، فبيلجأوا للحاجات دي. بياخدوا بقى في المهمه قد ايه؟ ما عرفتيش. حسب يعني، واحد قال ان فضلنا مثلا سنتين نحفر وما لقيناش حاجة. حد تاني قال بصي في حد في طرف في المنظومة اللي بقولك عليها دي، طرف لطيف جدا اللي هو الشيخ والسكرتير بتاع الشيخ. الشيخ اللي هو اللي جاي يشتري، لا
الشيخ ده اللي بيكون مشرف على عملية الحفر كاملة. بمعنى ان دلوقتي انا صاحب مكان وشاكك ان في اللي هو اثار في المكان، ببدا بينظر يعني، اشيك. بيقول ان هنا في اثار او لا. اوكي، ببدا اجيب شيخ روحاني او شيخ علمي. شيخ علمي ده بيبقى حاجه في البعثات او في الجامعات كمان. الشيخ الروحاني بيجي مثلا يقول هنا في آثار. اثار، الاثار دي على عمق كذا متر مثلا، فهنبدأ نحفر مثلا على عمق 5 أمتار. قالوا إن في شيخ بعد كل متر يقول لهم هتلاقوا حاجة معينة عشان يطمن الناس. في شيخ يقول لهم احفروا 5 أمتار وهتلاقوا كذا. خلاص الحفارين بيحفروا، بيبقوا غالبا من الأوقاف عشان الناس تبقى مطمنة لهم. وبياخدوا فلوس بقى طبعا قبل ما يشتغلوا الحاجات دي. الاتفاق اللي بيبقى معمول إن التلت لكل طرف، تمام، يعني صاحب الأرض ليه حسب التلت، الحاجة اللي تطلع بقى هما يقسموا التلت لكل طرف. والشيخ ليه تلت والحفار ليه تلت. فبيبدأ الشيخ يقول لهم احفروا مثلا على عمق معين، بيحفروا عليه لغاية ما يوصلوا باب المقبرة. وصلوا لها، يا إما مهمة الشيخ هنا بتنتهي وخلاص لقوا اللي هم عايزينه، يا إما بيقرر إن هو او ممكن يوصلوا مقبرة، ممكن ما يوصلوش لمقبرة يعني، ممكن ما ممكن يبقاش في جدا حاجة طبعا ممكن جدا حصلت كتير. حصلت كتير. بس الطريف إن واحد مرة قال إن كنا عايزين نحفر في مكان، فكل ما نمشي في متر فيه نحفر حفرة، نلاقي يعني نبص على حفرة نلاقي جواها ناس ناس ايه؟ بيحفر. لا مش معقول. مش ممكن البلد كلها بتحفر يعني تحت الأرض كده قاعدين بيحفروا؟ ايه ده، حاجة غريبة بس جدا. فلا يعني هو حلم الناس بتدور عليه. ف بس هو انتي طبعا اكيد لاحظتي ان الموضوع كتر بالفتره اللي فاتت، وان في ناس كتير بتدور ورا تنقيب الاثار وما بيلاقوش يعني. هو مش في اي حته كده اكيد مش في اي واكيد حته. البلد يعني لو عارفه متاكده انه هنا هيبقى في حاجه زي دي اكيد مش هتسيبها يعني، فالناس تبطل برضو انها اوكي تحفر كده اكيد مش وتجيب في اي شيخ. حته، واكيد الحكايه ليها بعد نفسي. ما ان انت تكوني عندك امل انك بتدوري على حاجه معينه علشان مبرر حياه تقدري تقولي مثلا. الثراء السريع. اوكي ان شاء الله يا نيرة المرة اللي جاية بقى هتعملي، ناوية تعملي ايه اللي شدك بقى في الحياة دلوقتي ممكن تعملي له تحقيق اخر في جريدة المصري اليوم؟ يعني انا ممكن انت هتوقفي مبدئيا عند الحد ده في قصة تنقيب الاثار، ولا هتكملي، ولا هتشوفي حاجة تانية؟ والله على حسب. يعني انا لغايه دلوقتي ما مش عندي داتا جديده، لكن يعني لو الناس حبت تتعاون بشكل ما ان هي تقول معلومه ما، فاحنا مستعدين جدا نمشي وراها. طب ايه الرسالة اللي وصلتيها او اللي كنت حابة توصليها للناس من ورا التحقيق بتاعك؟ ان ده بيحصل، وان سهل جدا الناس تعرف بيحصل ازاي عايزة وبيحصل اطرافه توجهيه ايه. للحكومة يعني، ولا توجهيه للناس ان هم ما يعملوش كده يعني؟ كان قصدك ايه؟ الطرفين، الناس محتاجة وعي والحكومة محتاجة انتباه. فيعني هي ضوء اخضر للاتنين. يعني طيب لو هنقول ان التحقيق ده هيقف لحد المسج او الرساله اللي انت وصلتيها دي، ايه اللي شدك بقى في الفتره اللي جايه ناويه ان شاء الله تعملي تحقيقات اخرى؟ انا كنت بفكر اشتغل في حاجة عن الادوية. الادويه، كان لسه معانا فقره دلوقتي عن الادويه. فطيب هاي، فكنا محتاجين نعمل حاجة عن شركات الأدوية الكبيرة والأدوية المستوردة والأدوية الإنتاج المحلي. لا يعني ربنا يوفقك ان شاء الله كده، وتنوري المحكمة كده بكل التحقيقات بتاعتك علشان الناس تعرف الحقيقة ربنا وتعرف يخليك. الناس بتمشي ورا ايه وبتعمل ايه. بشكرك جدا يا نيرة، ميرسي قوي. ومشاهدينا كان معانا نيرة الشريف، وهي صحفية بجريدة المصري اليوم، عملت لنا كده تحقيق نشر في الجريدة عن تنقيب عن الآثار، وكان موضوع حلو جدا. بشكرك يا نيرة، ميرسي. هروح للفاصل ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا. ونهاركم سعيد.